من القرآن الحكيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل شيء في الكون من الله لا شك فيه، المطر من الله، والنبات من الله، والإنسان من الله، والحيوان من الله، وحركة الشمس والقمر من الله. كل شيء يقع في الكون يكون بإرادة الله تعالى. حتى أن تزرع إنما تعمل مقدمات الزراعة. مقدمات الزراعة يعني شنو؟ يعني حرث الأرض، يعني سقي الماء، يعني عناية، يعني رعاية. هذا الشيء منك. أما من ينمي النبات، أكو فرد الزارع يقول أنا أنمي النبات، ما يتمكن يقول، وإنما ينبي النبات الله تعالى. وكذلك الرجل يتزوج، لكن من يجعل النطفة في رحم المرأة جنينا، ثم من يجعل الجنين يخرج طفلا، ثم من يجعل الطفل يكبر وينمو ويتكلم، ثم من يجعل الكبير شابا ذكيا ثم شيخا وهرما وإلى الموت؟ من يعمل هذه الأعمال؟ أقول فرد واحد يدعي أنا، بدليل أنه بعض الناس يلد أولادهم أبكم لا يتكلم أو أعمى لا يبصر، يراجعوا الأطباء، الأطباء يقولون إحنا ما نتمكن عليه. هذا دليل على أن الله هو الذي يعمل هذه الأعمال. لكن هذا مو معناه أنك ليس لك دور، لا، لك دور، الإنسان له دور، والله سبحانه وتعالى يعمل قسما من العمل. في الآية الكريمة الله يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنك لما ترمي الرصاص فرضا من البندقية، سير الرصاص في الهواء بيد من؟ مو بيدك. أن النار تدفع الرصاص للخروج بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم لما يصل الرصاص إلى الطرف المقابل من يقتله؟ الله سبحانه وتعالى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لذلك الإنسان دور ولله دور. نعم بعض الشؤون ليس للإنسان دور، حركة الشمس، حركة القمر، حركة الأرض، أمواج البحار، الجزر والمد وما أشبه، حركة الكواكب والأفلاك، كل إنسان كل دور مائل. خلي كل البشر يجتمعون بعلمائهم وفلاسفتهم ومفكريهم ومخترعيهم، يريدون توقيف حركة الأرض، يتمكنون؟ يريدون توقيف حركة الشمس، يتمكنون؟ يريدون أن الجاذبية لا تكون. الآن إحنا بالجاذبية قاعدين، إحنا شيء طبيعي، يعني أن الجاذبية الآن تجذبني وتجذبك. نحن الآن وزننا إيش كثر؟ 60 كيلو مثلا، أنا وزني فرضا 60 كيلو، إذا ذهبت إلى القمر وزني إيش كثر؟ 10 كيلوات بالسدس، لأن جاذبية القمر باعتبار أن كتلته أصغر تكون جاذبيته أقل، هذا لا شك فيه. فإحنا نريد أن نجعل من سطح الأرض جاذبيتها أقل، حتى لا أكون أنا 60 كيلو في الأرض، أكون 30 كيلو،
أكون 10 كيلوات مثل سطح القمر، هل بإمكاني؟ أبدا. النور، سير النور بإمكاني؟ الشمس لما تطلع النور يصل إلى الأرض في 8 دقائق، أريد أجعلها في 4 دقائق، أريد أجعلها في 16 دقيقة. كل البشر يتمكنون من هذا الشيء؟ ما يتمكنون. وعلى هذا المعدل، الشاهد أن الإنسان له دور في كثير من الأشياء، والإنسان ليس له دور في كثير من الأشياء أيضا. الهداية مما لله الدور وللإنسان الدور. كلامنا في هذه الآية المباركة كانت: من يهد الله فهو المهتد. الله يهدي، إذا الله ما شاء هدايتنا كان يبعث نبيا، كان ينزل كتابا، كان يجعل أئمة، كان يجعل مرشدين وهدى، ما كان يجعل. فالله له دور. شنو دور الله سبحانه وتعالى؟ دور الله سبحانه وتعالى دور بعث الرسول، دور إنزال الكتاب، دور إعطاء الإنسان العقل والفهم، دور نصب الأئمة الطاهرين. إذا الله ما كان يصنع كل هذه الأمور، إحنا كنا مهتدين؟ لولا رسول الله، ولولا كتب الله، ولولا التعقل الذي منحه الله لنا، نحن ما كنا مهتدين. الله دوره هذا الدور، ثم يأتي دور البشر أيضا. بإمكانك أن تقبل وبإمكانك أن لا تقبل. ما كان أبو جهل ما قبل، أبو لهب ما قبل، حمزة قبل، سلمان قبل، فلان قبل، قسم منهم قبل وقسم منهم ما قبل. فللإنسان الدور. نحن يجب علينا أن نكمل نحن دور الله تعالى. يعني دور الله بعث الرسول، إنزال الكتاب، الهداية والإرشاد، نصب الأئمة، الأحاديث الواردة عنهم عليهم الصلاة والسلام، التوجيهات، هذا دورهم، قاموا بدورهم. بقي شنو؟ بقي دورنا نحن في هداية أنفسنا وهداية الناس. يعني عليك وعلي أن أهدي نفسي على الطريق المستقيم، وأهدي أيضا الآخرين. لأنه كثيرا ما أنت مثلا ترى خمارا فرضا، أو إنسانا مغتابا ولا فرق في ذلك، أو امرأة سافرة مثلا، أو إنسانا مرابيا، أو إنسانا مثلا سيء الأخلاق، بإمكانك أنت وأنا وكثيرا ما يصير نتمكن من هداية هذا الإنسان. فإذا اهتممنا، كل واحد منا اهتمم، كم يتمكن من الهداية؟ نعم، من الممكن أن تقول لعشرين إنسان ما يقبلون منك، لكن من الممكن أن تقول لعشرين إنسان أيضا يقبلون منك. الغواصين سابقا طبيعتهم ينزلون في الماء ولا يرون درا ولا حصاة، وإنما يجمعون جميع ويخلوا فيه فرد شيء مثل السبيل، مثل فرد جمطة، مثل مخلاط، ما أشبه، يجعلون هذه التي يجمعونها من تحت الباع في هذا الشيء، يطلعون فوق، أحيانا يطلع ضرب لؤلؤ يسوى مليون دينار، أحيانا يطلع لؤلؤ يسوى دينار، أحيانا يطلع كل ما حصاد، أحيانا نصف حصاد نصف لؤلؤ. صفة الإنسان الهادي للناس صفة الغواص. الغواص شلون؟ الغواص لا يرى. هل بإمكانك أنت أن تقول من هذا المجتمع الذي واقفين في سوق واجف وأنت تريد أن تهديهم أيهم يقبلون وأيهم لا يقبلون؟ ولذا الله في القرآن الحكيم يقول لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت، مو بمحبتك أنت، حتى إذا كنت رسولا، إنك لا تهدي من أحببت، أنك هكذا وإني هكذا والمجتمع كلهم هكذا، وإنما من الضروري علينا أن نهدي كل فرد رأيناه منحرفا. ما يصلي، ما يصوم، يرابي، يقامر، يخامر يعني يشرب الخمر، يتعاطي الغيبة، يتعاطي النميمة، سيء الأخلاق، ما يخمس، ما يروح للحاج، ما يتزوج، وما أشبه من الأخلاق الفاسدة أو العقائد الفاسدة، عقيدته فاسدة مثلا، عقيدة منحرفة،
ولعل أنك إذا قلت له طلع جوهر مليون يسوى. من يهدي الله فهو المهتد، مو معنى أن الله يباشر هدايتك وهدايتي. الله يعمل الأعمال بأسباب، الله يعطيك الفاكهة لكن بأسباب، بالمطر والشمس والزرع والرعاية والعناية حتى يعطيك الفاكهة. الله يعطيك الولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن بواسطة شنو؟ بواسطة الأب والأم والتلقيح الجنسي والرعاية والعناية، وصار مريض ودينا للدكتور وزرقنا أبر والطبيب وكذا وألف شي وشي حتى صار ولدا كبيرا جالسا هاولا. الهداية نفس الشيء، أن الله سبحانه وتعالى لا يباشر هداية الناس، وإنما الله أنزل كتاب، أرسل رسول، وجه موجهين، أنذر بالعقاب، بشر بالثواب، بشر بالسعادة الدنيوية، ولمن تركها بالشقاوة الدنيوية. هذا الطريق، هذا هو بقية الدور علينا نحن. فإذا رأيت بنتا سافرة قل لها لعلها تهتدي، وإذا رأيت ولدا منحرفا عقيديا قل له لعله يهتدي، وإذا أخذته وجئت به إلى المسجد أو إلى الديوانية أو إلى قراية لعله يهتدي بهذا السبب. وكثيرا ما هذا يهتدي ويصير شخصية أصلا، حتى أنت مو شخصية وأنا مو شخصية، بينما إنتاجك وإنتاجي يطلع شخصية. يصير هذا الشيء كثير صاير في التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي، أن الأب إنسان عادي ولده كلش كبير، أن المدرس إنسان عادي تلميذه كلش كبير. هذا صاير في العالم، أن الهادي الذي يهدي إنسان كلش عادي، بينما الذي اهتدى بنوره إنسان كلش كبير صار. وكم أب قد علا بابن ذوي حسب كما علت برسول الله عدنان. عدنان جد النبي، منو كان يعرف عدنان؟ لكن عدنان إنما ارتفع واشتهر بسبب حفيده رسول الله. وكم أب قد علا بابن ذوي حسب، يعني الولد اللي حسب شخصية، أكو فرق بين حسب وبين نسب. النسب يعني أنا ابن زيد، الحسب يعني أنا عالم. الفضائل النفسية تسمى بالحسب، النسبة تسمى بالنسب. أنت ابن من؟ ابن فلان، هذا يسمى النسب. أما أنت شنو؟ أنا شاعر، هذا حسب. أنا تاجر، هذا حسب. أنا عالم، هذا حسب. أنا دكتور، هذا حسب. الشاعر يقول: وكم أب قد على بابن ذوي حسب، يعني ولده ذو حسب، ذو شخصية علمية تفوق، كما علت برسول الله عدنان. كما أن قبيلة عدنان وعدنان أجداد النبي علوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الضروري علينا أن لا تفوتنا هذه النقطة، وهي نقطة هداية كل من نراه، مثل جمع البحر الذي مثلناه. كثيرا ما تهدي أناس هيش ما يفيدوا ياهم حشي ينحرفون، وكثيرا ما تهدي أناس ويطلع منهم فرد جوهر أثمن منك أنت الهادي، مثل نفس الغواص اللي أحيانا يطلع من البحر فرد جوهر يسوى مليون، يسوى نصف مليون. يقولون في الكويت بعض التجار ارتفعوا فرد ارتفاع هائل، لأن بعض اللآلئ التي التقطوها في داخل البحر كانت ثمينة إلى أبعد الحدود. في هذه الآيات المباركة الله سبحانه وتعالى يقول: من يهدي الله فهو المهتد، يعني الذي يهدي الله ويهتدي. إذا قرأنا الآية فهو المهتدي، ومن يضلل يعني وصلناه، نقرأ مهتدي. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. أما إذا وقفنا عليه من يهدي الله فهو المهتد، الياء يحذف على القاعدة التجويدية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما الذي الله يضله ظله، يعني شنو؟ يعني لا يرسل إليه نبي يضل هذا. الله لا يرشده، لا يجعل له إمام، لا يرسل إليه كتاب. جماعة اللي الله سبحانه وتعالى ما أرسل إليهم رسولا ولا أنزل إليهم كتابا،
أكو فرد واحد يرشدهم؟ ماكو فرد واحد يرشدهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.